رح ننتقل من هذا الموضوع مشاهدينا لموضوع آخر، ومع زهراء ضامن وهي طالبة كفيفة تمثل المملكة عالميا بأعمالها المنحوتة. طبعا إبداع كسر حاجز المستحيل وإرادة تحدي الإعاقة، حيث استطاعت الطالبة زهراء الضامن وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تمثل المملكة العربية السعودية بأعمالها المنحوتة يدويا، حيث هيأ لها المجلس الثقافي البريطاني فرصة الاستضافة مع مجموعة من الفنانين من ذوي الإعاقة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجههم. طبعا أكيد نرحب بزهراء معنا في الاستوديو للحديث أكثر ونتعرف كيف عليها، كيف تحدت هذه الإعاقة وأيضا كيف شاركت هذه المشاركات. هلا وسهلا فيك معنا زهراء في حياتنا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك زهراء، طبعا أكيد نتشرف بوجودك معنا جدا وفخورين فيك كثير. حابين نتعرف عليك أكثر في البداية بشكل كبير، وتعرفي نفسك للمشاهدين أكيد اللي بيشاهدونا، وتحدثينا عن بداية حبك لهالهواية أو الموهبة، موهبة النحت. بالبداية حابة أمسي عليكم جميعا. اسمي زهرة علي الضامن، طالبة بجامعة الملك سعود بالتحديد قسم إعلام مسار إذاعة وتلفزيون مستوى ثامن. من هواياتي النحت والتصوير الفوتوغرافي ورسم ثلاثي الأبعاد. كانت بداياتي مع النحت من لما كنت صغيرة، كان عمري 9 سنين تقريبا، بدعم من الأسرة حاولوا توفير لي يعني المواد اللازمة اللي تساعدني في أني أبدأ وأبدع في مجال النحت. بدأوا يوفروا لي الأدوات اللازمة مثل الصلصال أو عجينة السيراميك، بعض الأدوات اللي تساعدني في مثلا تقطيع السيراميك أو توفير مثلا بعض الخامات للرسم. وأيضا حاولوا أيضا للأسرة توفير بعض القطع مثلا عرائس أو مثلا أشياء زي الفواكه، بشرط أنها تكون ملموسة بحيث أنا أقدر أصمم مثلها يعني بعد فترة، أو حاولوا يساعدوني مثلا من خلال أنهم يمسكون يدي يعني يعرفوني على كيف طرق الرسم البارز والأشياء هذه. جميل. وبعدها كيف طورتي نفسك، يعني تطورتي في هذا المجال، مجال النحت؟ يعني هنا طبعا مثل ما ذكرتي الأهل كان لهم دور في دعمك وفي توفير كل الخامات الموجودة لك وفي عملية التدريب أيضا. أنت زهراء كيف طورتي نفسك، طورتي هذه الموهبة؟ صحيح. طورت هالموهبة لما التحقت بالمدرسة، صرت أعرض أعمالي على الأستاذات، وفي حصص الرسم أيضا كنت دائما أستفسر، وإذا كان عندي أخطاء مثلا أبدأ أسأل الأستاذة حتى بعد الحصة. والتحقت أيضا بدورات كثيرة يعني من خلال مراكز تدريبية عندنا في الشرقية. التحقت بدورة خاصة بالنحت ودورة أيضا قدمها للمجلس الثقافي البريطاني في رسم ثلاثي الأبعاد. نعم. ما شاء الله، هذه أيضا كانت مشاركة من مشاركاتك المتميزة جدا. لكن بداية تحدثينا عن مشاركتك في مشروع النور رؤية الهشة بشكل أكبر. مشروع النور الهشة هو كان مع المجلس الثقافي البريطاني، قدموا لي دعوة أني أشارك في المشروع في مملكة البحرين. كان هو عبارة عن ورش عمل لرسم ثلاثي الأبعاد وأيضا النحت يعني بطرق متعددة. وكان أيضا من أهداف المشروع أن نقدم فيلم توعوي وثائقي يعرض في ورش عمل مختلفة على مستوى أنحاء العالم. يعني ذكرتي عن مشاركاتك في طبعا العديد من الدورات التدريبية وأيضا مشروع النور، يعني ما شاء الله تبارك الله أنت أبهرتي خلنا نقول البريطاني بمنحوتاتك الجميلة. يعني كيف تقومين بعملية هذه المنحوتات زهرة، احكي لنا شوي. هو في البداية لازم يكون في تصور لكل عمل لازم نقوم فيه. نعم. أتخيل الصورة اللي لازم أنا يعني بسويها أو بجسدها على شكل منحوتة. جميل. بعدها أبدأ يعني توفير الأدوات اللازمة للعمل. يعني أحيانا يكون بعض العمل فيه أكثر من خامة. نعم. أو مثلا أحتاج ألوان معينة. أو مثلا نوعية معينة من، يعني مش شرط يكون مثلا ألوان يعني عادية، مثلا يكون رش أو
خامات أخرى أضيفها على اللوحة. جميل. فمجرد أن أتخيل الشكل وإيش هو راح يكون أبدأ أجهز يعني مبدئيا للعمل، ومن ثم أبدأ يعني طريقة البناء، ومن خلال يعني استشارة يعني أشخاص قريبين مني مثلا أهلي صاحباتي أو جميل. أو أعرض العمل على الفنانين لين ما يعني يكون العمل متكامل ويكون بصورة جيدة. يأخذ وقت معين منك يعني في فترة زمنية قصيرة أو طويلة تأخذ معك؟ هو على حسب بناء المجسم، أحيانا تكون مجسمات كبيرة فتحتاج وقت يعني وقت التصميم يعني مثلا يومين ثلاثة، بس على ما يكون جاهز للعرض للمشاهد يحتاج يعني تقريبا 14 يوم حتى يجف ويصير جاهز للعرض يعني للعرض بشكل أكبر. طبعا المجلس الثقافي البريطاني قدم لك برنامج تدريبي خاص، حدثينا عنه أكثر. زي ما ذكرت في البداية هو عبارة عن ورش عمل يقدموا فيها يعني طرق في طريقة استعمال إما الخامات وكيف ندخلها إحنا على المجسمات. جميل. وأيضا أخذنا ورشة في طباعة وورشة أيضا في على النحت على خامة تكون جاهزة، مثلا يكون عندي مجسم من فلين وأبدأ أنا أنحت عليه بخامات ثانية وأدخل عليه مثلا الألوان أو ورق الذهب وأيضا يعني طريقة تجفيف الأعمال بطرق صحيحة يعني. وحسيت أنه فرق معك تدريب بهالدورة بالذات، أعمالك تطورت أكثر، أنت تعلمتي أكثر من هالدورة؟ كثير استفدت من التجربة، خاصة أنه أضافت يعني كثير لي أنه كيف مثلا أحافظ على العمل، كيف يكون نسب الأشياء اللي لازم أستعملها في العمل، الخامات اللي تناسب كل عمل، وكيف يكون كل عمل متميز عن العمل الآخر يعني. ما شاء الله تبارك الله، يديك العافية. أكيد. نرجع لك زهراء، أيضا غير هذا طبعا وهذه الدورة التدريبية التي حصلت عليها، في أيضا لك العديد من المشاركات يعني على مستوى المدرسة ومستوى الجامعة أيضا، وأنك طالبة إعلام أيضا. صحيح. إيش المشاركات الأخرى اللي شاركتي فيها؟ شاركت أيضا يعني على مستوى الجامعة، شاركت في مهرجانات أيضا خارج الجامعة والمدرسة، شاركت في مهرجان الجنادرية 28. حلو. قدمت فيها أعمال مباشرة أمام الجمهور لمدة 12 يوم. ما شاء الله. وكانت في تقريبا عدة أقسام من الجنادرية، يعني ما اقتصر على خيمة معينة. ما شاء الله. كانت استضافات من قبل ورش العمل أو بالتحديد الإدارات الأركان أنه أشارك معاهم بحيث يكون إضافة لكل ركن. صحيح. أكون فيه موجودة. جميل. وشاركت أيضا في معرض سايتك بالخبر. ما شاء الله. وصيفك بألوان طيفك أيضا كانت تابع لشركة أرامكو بالظهران مول. كلها أعمال منحوتات قدمتيها يعني في المشاركات هذه؟ أي كلها كانت. ما شاء الله. يعني زهراء أنت تخصصك في الجامعة إعلام، مختلف عن موهبتك ما شاء الله تميزتي فيها، ما فكرتي يعني تدرسي أكثر عن المنحوتات بشكل أكبر، أم أنت حابة تدمجي بين الاثنين بين الإعلام والمنحوتات؟ هو كان اثنين هم هوايات، بس الفن أنا ممكن في فترة من فترات أقدر أخذ بأي مكان دورة، لكن تخصص الأكاديمي لما يكون شيء يعني كالإعلام ما فيه ممكن خلينا نقول دورات أو بحيث أني أطور نفسي أكثر، لكن الفن موجود في كل مكان، وبحكم أنه يعني ظروفي كطالبة كفيفة يعني صعب من أنه الجامعة تقبل مكفوفين في مجال فني، خاصة أن الأدوات المستخدمة يعني عندهم صعبة. أيه. فكان في رفض يعني من القسم انه ما، فاخترت قسم الاعلام، هو كان هوايه اخرى ايضا عندي فحبيت انه يعني اكون فيه. ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. يعني احنا اكيد سعيدين بوجودك معنا على هذه الموهبه الجميله، على دخولك ايضا مجال الاعلام، على اصرارك وعزيمتك هذه. ايش بتقولي لكل كفيف او كفيفه يعني عنده موهبه لكن ما هو قادر يطلع هذه الموهبه، ايش ممكن تقولي له رساله من خلال برنامج حياتنا زهراء؟ أنه أبداً لا يوقف، وأنه مهما كان هو شخص كفيف أو من إعاقة أخرى لا يحط حاجز، يعني أنه يعني يمكن الناس ما راح يعجبها شغلي أو
في النهاية النقد شيء يساعد على التطور، لكن مصلحة نجمة صحيح، ويكون مصلحة الشخص أنه يكافح ويحاول بقدر الإمكان حتى لو قدمت له فرصة بسيطة يبدأ فيها لحد ما يتطور ويكون هو فعلا شخص إن شاء الله ناجح. يعني طموحاتك زهراء في المجالين، في مجال الإعلام إن شاء الله حابة توصل للفن، وأيضا في المنحوتات إن شاء الله أتمنى في المستقبل يكون عندي معرض خاص فيني أدعو فيه كثير من الأشخاص ويتابعوا أعمالي. وعلى مستوى الإعلام أيضا حابة أكون في مجال التقديم وإن شاء الله أكون. ما شاء الله تبارك الله. ودائما يقال أنه خلف أي شخص ناجح الكثير من الدعم والكثير من الاهتمام، مين يقف خلف زهراء لدعمها وتشجيعها دائما باستمرار على العطاء وعلى الفن أكثر والتطور؟ في البداية أكيد هم الأسرة الدعم الأول، ومن ثم صديقاتي من المدرسة وصديقاتي أيضا على مستوى الجامعة. نعم. وأيضا بعض المراكز اللي أنا انتميت لها، وأيضا في فنانين وفنانات من على مستوى كان المملكة أو من خارج، أيضا كثير عندي ناس إن شاء الله تدعمني. ما شاء الله تبارك الله. يعني كل أشخاص على مختلف المجالات بيواجهوا صعوبات في حياتهم، إحنا شخصيا أكيد واجهنا كثير من الصعوبات والنقد الكثير، لكن مستمرين في مسيرتنا. أكيد أنت أيضا واجهت نقد مثلا لأعمالك أو حتى أشخاص يمكن ما ساعدوك بطريقة أو بأخرى، هل مثلا كيف واجهتي هالأشخاص وهالنقد وهالسلبيات اللي كانت موجودة؟ أنا بالنسبة لي أواجه أي سلبية في حياتي يعني أحولها لحافز، أو يمكن تكون فعلا الشخص حتى لو ما كان قصده ينتقدني بشكل سلبي يمكن هو القصد منه التطوير أكيد يعني. وحتى لو كان مثلا بعض النقد اللي وجه على مستوى الأعمال يمكن يعني حتى لو أنا ما تقبلتها بشكل يعني بصدر رحب، أي بصدر رحب، لكن بالعكس هي تكون لي يعني كموجه احيانا، او يمكن يكون فعلا المكان مو مناسب بعرض مثلا نوعيه من الاعمال اللي انا اقدمها. نعم. لكن الحمد لله يعني ما كان النقد السلبي يعني ياثر. جميل، هذا اهم شيء. اكيد جميل جدا انه فعلا ما ياثر عليك وانك انت متمسكه بهذه الاراده القويه والعزيمه، ما شاء الله تبارك الله. واحنا سعيدين جدا باستضافتك لهذا اليوم زهراء الضامن، يعطيك الف عافيه ونتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. شكرا، انا سعيده بتواجدي معك. شكرا لك.